السلام عليكم. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله بخير. هدول البسطين إلك؟ ايه. ها؟ ايه. شو اسمك انت؟ حسن احمد بز. من وين؟ من متجلوم. ابو ايش بقولوا لك؟ ابو احمد. استفتحنا لسه؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. شو قد استفتحنا؟ بخير الله بركة. يعني بركة مثلا هيك شو قد يوميتك اليوم من ورا هي البسطة؟ والله ما في شيء محدد. ما في شيء محدد. ما في شيء محدد. ايام 10، ايام 5، ايام 1000، ايام 2000. اليومية ولا المربح؟ مربح. ايام 2000، ايام 1000، ايام 5، ايام 10. وين ساكن؟ بيتي بالسكري. كم ولد عندك؟ عندي 4. 4 اولاد صغار كبار؟ صبيين وبنتين. 16 14. عم يشتغلوا معك؟ عم يساعدوك ولا؟ يعني بس لساتهم صغيرين. لا اكبر ولد 16 عم اشتغل جمعيته يوميته 5000. اشتغل مع حمص بوالي يوميته. تعي لقل لك تحيش تحقها. سبعة. خي هاي اللعبة. وهاي بسكويتي. وهاي فستق. هم يا ابو احمد 4 و1. 5. هدوس. هون 7 واخذ بسكويت وكذا. ها عيدهم مشان الحلال الحرام. 4 و1 قد ايه؟ 5. لا بالك. هي 50000 يعني. الله يرزقك. ابو احمد يا ها تحال. الله يرزقك. ورجيني هالسنة. الله يرزقك. 4 و2. 4 و2 7. لسه 6. لسه مالك مصاحي. 6 مو صايم؟ ايوه اذا صايم بدنا نشتشد. 4 و2 6. 4 و2 6 وهي 50000 ثانية. 7 و1 8. هاي قسيمة مواد غذائية بقيمة 150000 من عند البشر بالفرقان، وبيعطيك اجر التاكسي مشان تطلع فيها السكري. فروج الصياد بدوار الشعار، فروجتين مشويات اليوم تعزم لي العيلة كلها. ماشي الله يرزقك. رواق هيك؟ تمام. طيب هلا بقي السؤال الأخير رح أقول لك ايش تعمل فيه. تفضل. 3 ناقص 1. 2. صرنا فرجي. هاي 50000 تطرح منا الاغراض اللي اخذتهم اعطيتهم للبنت. ماشي. والباقي مش لإلك، والباقي بتنقي فيهم اغراض وبتعطيهم لحدا من الاطفال مالا على الطريق بقيمه 50000. وهي امانه برقبتك. يعني 42000. ايوه ما بعرف شو حسبت لي بس لا تغلط. لا 1000 هدول 2000. خلص المهم الباقي المواد 42. انت بتوزع فيها للفقراء اللي بتشوفه انت مناسب. انا ملا لا خلص بس لا امانه برقبتك. ماشي خلص. السلام عليكم. سلام على راسك. بس انا حبيت هيك اسلم عليك وادعي لك. قلت لي ابو عثمان. ابو عثمان حبيت ادعي لك هيك. و ابو عثمان 4 و2. 6. 4 و2 شو؟ 6. 4 وهي 2 6. بس علي صوتك. 4 و2 6. علي استاذ والله ما في داعي. انا بس مشان ادعي لك والله. والله انا مشان هذا برنامج مسابقات لو سمحت. ابو عثمان ما انتهينا. اعطيني قسيمه. 6 و3. 9. ربحت معنا فروجين مشويين عن بركات العظمية. الله يرزقكم. مول الدوحة 150000 مواد غذائية. الله يحميكم. بتنين على كيفك مول الدوحة بسيف الدولة. الله يحميكم. أحلام يا أبو عثمان بنكبر فيكم نحن. لك أنا بديكم والله. والله بس والله ما أنا ما كان في في ناس تستاهل أكثر مني. هذا برنامج مسابقات ما لعلم. هيك شكلك بال45 وقديش لا رايح على 70. ام ايش بيقولوا لك؟ ام ياسر. ام ياسر على راسي. ام ياسر تسلم ربي. وين رايحه؟ على البيت والله. وين ساكنه؟ انا بيتي راح وبنتي استشهدت و... الله يرحمها. طيب ام ياسر طلعي علي، انت ومين قاعده بالبيت؟ قربي شوي. الله لحالي. ها؟ الله لحالي.
شلون لحالك؟ ما عندك حدا ابدا؟ كلهم غادروا، في لي ابن هوني. اي طيب، كيف عم تعيشي؟ كيف عم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ام ياسر، أربعة وواحد هيك خمسة شهر. اه خمسة شهر. لك ايه تحكي، هذا اللي بدنا اياه. لك تسلم ربي. 50,000 ليرة سوري. ام ياسر، بدي اسألك سؤال اصعب شوي. تفضل. واحد وواحد بصيروا اثنين ضرب اثنين. برافو عليك. هي قسيمة مواد غذائية بقيمة 150,000 من عند مول البشر بالفرقان. بتاخدي اللي بدك اياه وبيعطيك اجر تاكسي لما بدك تطلعي، اضافه لفروجتين مشويات من عند الفرسان بالفيض. واليوم اسمحي لنا تكون دعوه الافطار على هيك. تسلم ربي الله يخليك. الله يخليك. الله يديمك يا ام ياسر، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا الله رب. الله يخليك. السلام عليكم. ويل قلبي انا هالعيون الحلوين. شو اسمك انت؟ لامار. لامار؟ انا صاف اول. مين احلى، انا ولا لامار؟ لك اكيد لامار الحلوه. لامار طلي علي. واحد وواحد اثنين. لك برافو عليك دخيل هالعينتين، تفضلي. وهي 50,000. طلي علي هون ولهم باي للكاميرا. باي. شو اسمك انت؟ زكريا. زكريا، ايش في عنا معبين غير هدول؟ بس هدول الله حاليا. هدول شو قد الكيس عم تبيعه؟ 1000. لا 1500 يعني. هل الماشي يعني عند اليوم كم كيس بيطلعوا؟ بيطلعوا شي 20 تقريبا. لا على البركة. البركة. طيب اشتريتهم ب25,000. الله يرضى. وهدول ايش هون؟ هدول هون فاضيات، كنا عم نعبيهم شوي. يعني هدول حقهم 25 تقريبا. شيء طيب ولا شغل هات ايدك والحمد لله؟ لا والله طيب. طيب. ها؟ طيب. طيب تقايل؟ لا تقايل. يعني عم بمدح ببضاعته. شو اسمك قلت لي؟ زكريا. زكريا 3 و2. 3 و2 5. هي 50,000. 25,000 حق السوس. السوس ما عدا التمر؟ ما عدا التمر. لا ما عدا. كم واحد تمر هون؟ أربعة. ما في غيرهم. شو هاد الواحد؟ أربعة. 25 يعني. شو بدك أنت؟ سوس. سوس؟ طيب أعطيه سوس للأخ. سوس هلا عم نحكي بالسوس والتمر هندي. بس اخلص تكرمي. فاتحه روح الرسول. الله يرزقك. السلام عليكم. طيب انا هدول اشتريتهم منك ب 50,000. الله يرزقك. المربح لك مو لي. طيب 4 و1 5. هاي قسيمه مواد غذائيه. كم واحد انتم بالبيت؟ نحن هي 4. 4؟ تاخذ فروجتين مشويات اليوم من عند بركات العظمية. وين ساكن؟ صلاح الدين. ايوه بركات العظمية. تمام. تاخذ فروجتين مشويات ومول الدوحة بسيف الدولة ب 150,000 مواد غذائية. شكرا. السلام عليكم. سلام عليكم. اعطيني كيس بكيس معلش. يلا. أول شيء هذا التمر والسوس. بدي أعطيني كمان كيس تمر وكيس سوس. أمن عليهم أوزهم قبل ما أروح. تفضل. لا بالتمر هاتي. امسكي هدول شوي مبركه تعطيك. تعطيك انا مبسكي. بس امسكي شوي هدول. ما راح احكي معك ولا كلمه لتقولي تمسكي هدول. امسكي. في شخص بطلعت الخالديه قدام الحديقه ببرك. هذا من اغنياء كان بس ما بقى شيء بالحال. وين؟ بقى نطلع. طلعت الخالديه على كتف الحديقه قدامه خضري. هلا بشوف. ايه الله يرضى عليك. فورا متحرك. والله ابوس روحك. اسمحي لي ابوسك من راسي. ابوسني وانا ببوسك كمان. انت بسعر ابني كمان هو. هدول راسي يا ابني. وانت ابني انا. هدول مالهم علاقة. لا ابوس روحك والله ما بدي انا. ما تحسي بخاطري. طلع بخوروني كمان بفضحوني كنين والله بقولوا لي ابيض. ليش؟ انا اللي شرط اطلع معك. طلع على الكاميرا. الله يرضى عليك. هي امي وتاج راسي. هي امي وتاج راسي. إيه بس والله يا ابني في ديني هذا كان عنده محل بالبلديه نايله. إيه؟ وحط له اتوبيته عن جامع الروضه الله يبارك اجار. بيع بندوره مي فرنجي ملوخيه على كتف الحديقه. طالع فورا. إيه؟ طالع. الله يرضى عليك بقى ان شاء الله تشوفه يا فورا رب. يلا ادعي لي اشوفه. يخليلي عيون. انا حكولي عنك كثير.
وأصريت أجي لعندك. وتعبان صحيا بعرف، وما بعرف إيش بدي أقول لك، بس أنا بدي أقول لك جاي أشتري اليوم وجاي تكون معي برنامج المسابقات، وما رح يطلع ولا صورة لا وجه ولا شيء ولا كذا. شبابك أبوس عيونك. نحن عنا ملوخية وعنا معكرونة وعنا ميت بندورة وعنا زعتر وعنا شعرية، صح؟ هدول على البسطة هلا هدول قديه؟ قديه سعرهم؟ اشتريهم شي 70-80 ألف. عطيني 100 ألف، اشتريتهم ب 100 ألف أنا. حق هاي ما فيها شي. تفضل، هاي 100 ألف حق البضاعة. جينا هلا ابو ايش بقولوا لك؟ ابو محمد. شو قد محبوب ابو محمد انت؟ الله يعزك. يعني لما توقفني يوقفني اكثر من حدا، توقفني هيك حرمه كبيره تقول لي لازم تروح عند ابو محمد، لانه ابو محمد رجل عفيف ورجل نظيف وبيخاف الله وجار عليه الزمن، كلياتنا جار عليه الزمن. ابو محمد 6 و3 نضحك. 9. برافو عليك. هي 50 ألف الأولى. هدوليك حق البضاعة مال على هلا دا أخذ معي دا دوق، يعني قالوا لي إنه شغلك مرتب. طيب 6 و4 10. طيب هدول 10، هي 50 ألف تاني. أبو محمد يا أبو محمد يا، كم ولد عندك؟ 7 و3 10. كمان هي 50 ألف. أعطيني قسيمة بس ما خلصنا. أبو محمد اليوم إيش الفطور؟ بس تقبل هيك دعوة ابنك شادي الصغير على الفطور من بعد أمرك ويحمي شبابك. فروجتين من عند الصياد بدوار الشعار، مشويات هيك زبطنا الوضع. مول البشر بالفرقان بتاخد بتروب، بتاخد مواد غذائية لبيتك ب 150 ألف، وبترجع وانت راكب تاكسي هو بيعطيك التاكسي 3000 ليرة. هذه مية القسائم. صار معنا 100 حق الغراب، 150 ألف ما خلصنا. أبو محمد دخيلها لعيون أنا. ما شاء الله عليك. ليك ليك سؤال، إذا أنت ما شاء الله بهالعمر وهالشبوبية بعدين لما كنت مفزع، كنت مفزع مع تب شبابك. 3 و1 4 هاي 5. صار عنا هون أنت جيتك جلطة كأنه ها. أحلى أبو محمد. الله يسلمك. وإني أحبك بالله. الله يقوي إيمانك ويحميك ويبعد عنك كل ابن حرام. يطول لي في عمرك يا أبو محمد. هلا أنا هاي إيشو، هاي محمرة؟ إي. وهي مية فرنجي؟ إيه؟ أنا معش بس آخذ المحمرة مندوقة. إيه؟ إيه؟ وكيس الملوخية. إيه؟ والباقي أنت تصرف فيهم على روح النبي. روح في دمنا. ماشي روح. إذا راد. يلا تأمرنا في شيء؟ سلامة قلبك. الله يكبر. السلام عليكم. محمد الله. السلام عليكم. كيفك؟ والله الحمد لله بخير. شو اسمك انت؟ انا اسمي بلال. بلال؟ نعم. كم عمرك يا بلال؟ عمري 24. 24 ما شاء الله مبين اصغر. صلاه على النبي متشبشب والله. تسلم تسلم. الله يخليك. الله يخليك يا رب. انت تدرس يا بلال؟ اي بدرس. لاي مرحله واصل؟ هلا بدرس بالجامعه سنه ثانيه كليه الشريعه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله يسلمك. ما شاء الله عليك يا بلال. الله يسلمك بلال. بلال اعطينا شيء هيك، شيء من الشريعه في رمضان الكريم. شو بدك تقول؟ شو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ايه قرانيه، ماذا تريد ان تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت كم اخ عندكم يا بلال؟ انا عندي 3 اخوه واخت. أنت أكبرهم؟ لا، في 2 أكبر مني و2 أصغر مني. نعم. قدي معدلك بالسنة الأولى بالشريعة؟ يعني 73. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أول شيء ربحت معنا على الحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم 50,000 ليرة سورية. بلال سؤال آخر، عدد لي، ما أنت وين ساكن؟ أنا ساكن بالخالدية. منطقتين جنب الخالدية يا بلال؟ شارع النيل. نعم. والسبيل. برافو عليك، وهي 50,000 تانية يا بلال. الله يرزقك. رح نتابع بلال. بلال 4 و2 6. برافو عليك، وهي 50,000 ثالثة يا بلال. الله يرزقك. رح نتابع مع بلال طالب الشريعة سنة تانية وطالب الإرادة والتحدي. برافو عليك، أنا بفتخر فيك وبكل حدا بيتحدى أي إعاقة عنده وبيتابع تعليمه وبيكمل دراسته. الحمد لله. طيب والله اليوم شو الفطور يا بلال؟ والله اليوم معزوم. لا وين معزوم؟ معزوم عند أختي. والله لا إيش طبخة أتكون إيش تطبخ؟ والله ما بعرف. لا كني بدها تعمل كبة على معدة. لا طيب هلأ إذا تعمل كبة طب تقبل عزيمتنا بكرة؟ إن شاء الله تعالى بكرة إن شاء الله. أختي هذا فروج الفرسان بالفيض، فروجتين مشويات، وفي قسيمة مواد غذائية اللي بده يا بلال لو سمحتي مش أنتو تغذيه على المول على البشر بالفرقان، بنقي اللي بده يا بقيمة 150,000 ليرة سوري وبالرجع بيعطيكم أجرة تاكسي. بلال يا الله بلال الله السؤال الأخير يا بلال بلال. نعم. إني أحبك بالله. نعم وأنا والله بحبك. الله بيعلم. دخيل قلبك يا روح. والله يجزيك الخير وعملك إن شاء الله خيري يعني ما شاء الله والله كله بصحيفتك ما شاء الله. الله يديمك. 3 و1 4. برافو عليك، وهي 50,000 الأخيرة. باي انت عندي. تفضل يلا بلال. الله, الله يحمي لك اياه ويديمكم لبعض. ما ايش وام ايش انت؟ تاي تاي مالي متجوزه. مالك متجوزه؟ احسن لك اريح. ايوه ايش لك ايش لك؟ لانه ما بشوف في عيني كمان ولا بسمع في اذنك. لا والله ما بتسمعيني هلا ولا ايش؟ بسمعك في اذني من هالطرف. صرنا 2. انا هي كمان رايحه بعمل بفتل هيك انا. 4 و1 4 و1 بهي 5. بهي 5؟ ايه. ليش بهي غير شكل؟ هي ما بش هي عمل لي اياها عمليين. انا عايشه انا واختي. هي 50. اختي وين ساكنه؟ ساكنه بالخلق بيركين ببيتهم. وين؟ بالمشهد. طيب 6 و4 10 10. اعطيني قسيمه. 3 و2 5. وهي فروجتين مشويات وقسيمة شراء ب 150,000 من مول الدوحة. ما بتعطيها لأختي وبنت كمان. والله بنت. نعمة والله العظيم. نحن تنتين بنات، ثلاثة بنات قاعدين مع بعضكم؟ اي والله بعضهم. ما قصت بعطيها، بسألها سؤال انت بتجاوبي عنه. والله ما جاوبي عنه. ايه. انت 1 و1 1 2. برافو عليك، هاد لأختك. بوي اختك الثالثه. ايه كمان ثلاثه مع بعض قاعدين. والله ثلاثه. خلص هيدا لك. انني اتاكد منك فقط. 3 و1 4. برافو عليك، وهي لاختك الرابعه. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام احمد الله. مرحبا يا حجي. اهلين سهلا. شلونك؟ الحمد لله. ابو ايش بيقولوا لك؟ ابو عبدو. ابو عبدو وين ساكن؟ ساكن في عند هاي ايش اسمه الفتاة اليتيمة. عند الفتاة اليتيمة. وين رايح انت هلا؟ رايح عجينك. رح تصلي العصر؟ ان شاء الله. ما شاء الله، الله يزيدك ايمان وتقوى. كم ولد عندك؟ ماني متجوز. مالك متجوز؟ لا. اريح لراسك. اريحين يعني متجوز وم... لا ماني طلي. مالك متجوز ابدا؟ لا ابدا. ايوه. طب شو بتشتغل حضرتك؟ شو ما بشتغل؟ دارس انت قبل شيء؟ والله دارس البكالوريا. اي وبعدها وقفنا. اي طيب قبل ما تصير بهالعمر شو كنت تشتغل قبل؟ ما بشتغل في طاول ما بعرف. عند مين قاعد طيب؟ الله وحدي. وحدي. وحدك هلا؟ وقبل مع مين كنت؟ اول مع امي، بعد توفت الوالد توفى الوالده. اي صفيت وحدي. هلا انت لحالك قاعد في البيت؟ في البيت. طب مين بتطلع عليه؟ ابن اختي. ابن اختك؟ طيب. إيه. طلع علي حجي. ابو ايش قلت لي؟ ابو عبدو. عراسي ابو عبيد. عراسي. 4 و1 4 و1 5. انت قارئ للقران؟ ان شاء الله بقرا حسب الاستطاعه. طيب تفضل. هي ايش يعني؟ هذه جائزه سؤال سالتك سؤالا. 4 + 1 = 5. ربحت معنا 50,000. الله يبارك. سؤال ثاني. 4 و2. 4 و2 6. برافو عليك. وهي 50,000 ثانية. 4 و3 7. برافو عليك. هاي 50,000. نعم تمزح معي. لا والله. أنا عن جد عم تحكي. الله. 4 و4 8. وهاي 50,000. شوف الظرف شلون.
رزق حلال ساقه الله إليك يا أبو عبدو. ادعينا والله يديم هالبسمة وهالضحكة على وشك. الله يرضى يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. راسي راسي أوصلك؟ لا والله الله يعطيك العافية عم بمشي. يلا قول يا رب. قول يا رب. يا رب. مصطفى عصيره. مصطفى ايش؟ عصفيره. عصفيره وين ساكن؟ انا ساكن بالاجار هون خربان بيتي بيركون. انت ومين؟ وين يعني هي؟ عند طلعت سلوره عند الطب العربي لفوق لام الخالديه. أيوة. فوق. كم ولد عندك؟ عندي سته وعندي اثنين ايتام اولاد بنتي عم بربيهم. ابو ايش بقولوا لك؟ انا ابو علي. ابو علي يا ابو علي. اربعه واثنين؟ اربعه واثنين سته. برافو. هي 50,000. اعطينا قسيمه. سته وثلاثه؟ سته تسعة. تسعة؟ اي. واحد؟ عشرة. طيب هاي قسيمة مواد غذائية من عند مول البشر بالفرقان ب 150,000. كوي الله يرزقك. فروشتين مشويات من عند الفرسان تاخدها اليوم تقبل هيك بتجبر بخاطري. ايه. وبتفطر ايه. انت وليلة. ايه. ماشي هادولي. ايه. وهديك 50,000. هديك 50. شباش الله يطول لي عمرك. ابو علي ثلاثة واثنين؟ خمسة. برافو عليك. 50,000. ام ايش انت بقولي؟ مرمضو مرمضو. الله يعطيك عراسي يا ابو علي. مرمضو. الله خليك يا ابو علي، انت معلمنا وتاج راسنا روحي. دخيل خلق ام رمضو. ايه. وين ساكنه ام رمضو؟ والله هون بالحاره بالخالديه. اربعة اربعة واثنين ستة. برافو عليك. هي 50,000. ايش اسمه ابنك؟ ابني محمود حسن سليمان. هو العاجز. العاجز. ايه. محمود حسن سليمان. ايوه. سؤال لابنك. ستة واثنين. ستة واثنين سبعة. ستة ثمانية. برافو عليك. ثمانية. 50,000. طيب تعي تعي لك تعي ما لك ايش هالخجل. اربعة واحد خمسة. لك دخيلة بتحكي يا مرمضو. الله لا يحرمك ولادك. يلا انا اتركوا لي يعني. هاي مواد غذائية بقيمة 150,000. فروشتين مشويات عند الصياد بالشعار افطارا هنيئا. كم ايش انت؟ انا ام محمد. يا شاري ابو ابو النور. ابو النور لحاني يا ابو النور. معلش معلش حفظانهم كلهم. انا ام محمد. ام محمد. ستة واحد. ستة واحد سبعة. برافو عليك. هي 50,000. يلا انت ايش؟ ام عبد الرحمن. ام عبدو. ايه. ام عبدو وين ساكنة يا ام عبدو؟ هون بالخالدية فوق. ثلاثة واحد. اربعة. برافو عليك. هي 50,000. ثلاثة واحد. اربعة. وانت ثلاثة واحد. اربعة. وانت واحد وثلاثة. واحد وثلاثة. ايه. ثلاثة. واحد وثلاثة. اربعة. 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 طيب تفضلي. السلام عليكم. نوم العوافي. اجي لعندك لا تجي لعندي؟ بجي انا ما عندي مشكله. تعال اقول لك. تعال. يعطيك العافيه. شلونك؟ خليلي روحك. ايش هالخيلوله هي؟ والله عم نريح. شوب شوب. اقعد لك صايم وشوب. الحمد لله. اقعد لك نقعد شوي نتلاوش. ايش عم تبيع غزله؟ عم بيع غزله. ايه. ها؟ ايه. شلون الرزق اليوم؟ الحمد لله. ها؟ ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. ابو ايش بقولوا لك؟ ابو علي الحمد لله. وين ساكن ابو علي؟ صلاح الدين. كم ولد عندك؟ عندي علي فقط؟ بس الله يخليك. خليك. اربعة واثنين ابو علي؟ اربعة واثنين ستة. هاي اليوم فطور فروشتين مشويات من بركات سيف الدولة ومن مول الدوحة بسيف الدولة كمان مقسمة ب 150,000 مواد غذائية. الله يجزيك الخير. أربعة الله يجزيك واحد. الخير. اربعة واحد ثلاثة. مو أربعة ناقص واحد. صح خمسة. ناقص. أنا سألتك ناقص. صح مزبوط. أنا نسيت. هي 50,000. الله يرزقك إلهي. ستة ناقص لسه. ستة ناقص ثلاثة. ثلاثة.
زائد ثلاثة ستة. صح صح. أنا كنت نايم. الله يرزقك جنة بخير وأنت بألف خير. خلي لي روحك. الله يجزيكم الخير. رجع لنا كمل قيلولي. خلي لي روحك. لا تواخذنا. خلي لي روحك. سلام عليكم. خلي روحك. أهلا وسهلا فيكم. راسي يا استاذ كرامتك على عيني وراسي. راسي يا استاذ. تعرف شو اللي خلاني انزل من السياره؟ نعم. ضحكتك. نعم ما شاء الله عليك. ابو ايش بقولوا لك؟ ابو خليل. ابو خليل انا بفرح لكل شيء شهم وطيب. ذكرته خبزاي امينه حفيز وين؟ الامانه. وين ساكن؟ بالاشرفيه. وين كنت؟ بالفرن ال شو اسمه هذا فرن الشهباء. يعني ايش عم تشتري خبز لتشتغل هنيك انت؟ لا والله اشتريت خبز بعت على الاشرفية وبدي انزل مشو صايم كذا تدريجي مشو. ايوه تدريجي مشو. شور وشور. شور وشور حيشت. حيشت يعني ثمانية. لا اربعة شور شور حيشت ثمانية. حفظتهم انا. لك انا حفظتهم حفظتهم. قسيمة مواد غذائية بقيمة 150 الف من مول البشر بالفرقان. بس ترجع من عنده بيعطيك اجر التاكسي. هاي 150 الف مواد غذائيه بتنقي انت اللي بدك اياها لاهل بيتك. فروجتين مشويات من دوار شعار الصياد. حدوار الشعار. لا ما خلصنا ابو خليل. الله يمدكم بنعيم الدنيا والاخره يا رب. ابو خليل الله يفرج كرب الامه يا رب اجمعين. دو 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 تشار تشار. رحت معنا 50 الف. ماشي شكرا لكم. 6 و4 6 و4 10 10 شو يعني بالكردي؟ دها. دها. والستة؟ دوشاش. والأربعة؟ تشور. تشور بيست. معناتها دوشاش وتشور صاروا شقد؟ بيست. بيست. الله يقويك شادي. الله يسلمك حبيبي. عمرك. بدك شيء أبو خليل؟ بدي سلامتكم. كم ولد عندك؟ الله يحميكم يحفظ. عندي ولدين وبنت ومات لي ولد. لا. ما واستشهد. مات خلقان ميت. موت ربه يعني. موت ربه. الله يرحمه يا رب. امين يا رب. هذا ضمن لك مقعد في الجنه مو هيك؟ امين يا رب. تعال اقول لك انت معك هو الاخ. انا تعرف شايف مع شفت منام من شي شهرين يا معلم. ايش شفت منام؟ شفت منام خير والصلاه على النبي الله وصلى على سيدنا ايه. محمد. تعال هيك صحراء تحت. ايه صحراء فيه كله غنم. ايه في واحد على ظهره حورانيه. ايه ظهره علي وجهه ما بورجيني اياه. ايه قبل ما اسلي الصبح بقول لي بتعرفه لسيدنا ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ايه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعدين بقول له بتعرف ايش كان يشتغل محمد؟ بقول لي كان راعي غنم بحس. خشيه من خشيه الله بيجي نساع ببكي. لا نور وايمان قلبك طيب يا رب. الحمد لله رب العالمين. أدنى أنا لله. انا نزلت من السياره شفت الطيبه في قلبك. انت شو اسمك؟ اسمي رائد. رائد؟ وين ساكن؟ كلاسي. الله خليك على راسي يا ابو خليل طولي فمرك. الله يوفقك. الله يمدك بنعيم الدنيا والاخره حبيبي. خلي لياك. وين ساكن؟ كلاسي. كم ولد عندك؟ عندي البركه ثلاثه صبيين وبنت صغيره. من وين انت؟ ادلب. نازح. اربعة واحد خمسه الله يرضى عليك. اربعة واثنين. اربعة واثنين سته. هي قسيمه مواد غذائيه من البشر من الفرقان ب 150 الف وصياد بدوار الشعار فروجتين مشويات. بركه تعتك عراسي ادلب. انا والله جاي انا من المحاصرين مش في الجسر. لا عراسي ادلب واهل ادلب. 4 و2 4 و2 6 4 و3 7 الله يرزقك. 4 و4 ميني. يلا صاروا 200 ألف والقسيمة 200 صار 400 ألف. ممنونك والله بس لأني شفتك تسلم عليك وعلى رأسي أدلب الخضراء كلها. أنا بحبك لأني أنا بتابعك على التلفزيون. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلوني؟ الحمد لله. هلا عديت الظهر تقريبا 12 ونص لقيتك. رحت رجعت ما لقيتك.
كني بالصلاة العشر؟ لا لا بروح على المولية لأني أيه. معي سرطان بروستات ومعي سرطانين حسنا. واحد بالأمعاء وواحد بالبروستات. أيوة تجي المولية بمسك حالي رقد وبروح. أبو إيش بقولوا لك؟ أبو أيمن. وين سكن أبو أيمن؟ والله بيتي كان مخروب بالاسمه بالإشي بال عند الشعبانية. إيه وهلا وين سكن؟ صلحنا مبدئيا صلحنا تصليحه ورجعنا على بيتنا. وين نروح؟ على الشعبانية هنيك؟ إيه وأنت كل يوم من هنيك لهون تجي؟ وين ده؟ هنيك مخروب الشارع كله ما في حدا طاول. من الشارع يمكن إذا عديت من هنيك نصه مخروب ونصه محروق. أنا بيتي بالنص المحروق. طيب أبو أيمن هلأ هدول اللي أنت بتبيعهم بتبسطهم كل يوم هون؟ إيه يعني شو قد بتطالع باليوم؟ والله يا هلأ اليوم بعت 3 قطع. إيه يعني عايش أسألك خاي مريض وحالتي حالة يعني إيش ما طلعت أحسن ما أبرك بالبيت. كم ولد عندك؟ ولد توفى صابته كورونا وتوفى عنده 3 أولاد أيتام الله عافيهم. يا ربي كخير. عمره 35 سنة معه سكر شبابي. ايه قلب للفطر الأسود. ايه وتوفى. ما عندك غيره وحيدك؟ ما في غيره. وعنده هلا 3 أيتام عندك. ايه طيب أبو أيمن يا أبو أيمن صدق الله العظيم. والله يتقبل صيامك والله يتقبل هذا التقوى. آمين يا وهذا النور والإيمان بوجهك. الله يبارك. الله يزيدك. سؤال رح أسألك سؤال بتجاوبني عليه. 1+1=2. ربحت معنا 1,000,000 ليرة يا أبو أيمن. تعمص. نعم. شو ربحت؟ 1,000,000. يعني أنا بلعب بالأمار حتى ربحت؟ لا 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 ربحت. هذه مسابقة. ما بعرف يعني. هي مسابقة رزق حلال ساقه الله إليك. هلا هيك معقول الكلام؟ رزق حلال ساقه. أما ربحت أنا بدي أربح. لا هي مسابقة سؤال وجواب. خي أنا منتظر الموت. خي أنا منتظر الموت. هي 5,000 500,000 500,000. تمام تفضل. هي ربحت معنا 1,000,000 ليرة سوري. تمام تقبلنا بشي؟ الله يرحمنا بجاه النبي. طيب تقبل عزيمتنا اليوم على الافطار لو سمحت؟ لا خاي ما بقدر والله العظيم. خذ انت بس لعلك شغله. انا معك انا معك ان شاء الله. انا بحكي من دوار الشعار بس لعلك شغله. انا بحكي معك صادق. اي والله العظيم رايح البولية انطبشت. ايه طلع هيك بعد حدا. والله غزت لي ريشي. بعد حدا يجيب فروجتين مشويات وقسيمة مواد غذائية بقيمة 150,000 من عند مول البشر بالفران. ايمت ما بدك؟ بدك اليوم بدك بكرة. والسؤال تبع هذه القسيمة مشان كله بعرق جبينك. ورزق حلال ساقه الله إليك. الله يبارك. 3 و2 الله. 5 هذا هو الظرف. تأمرنا بشي؟ الله يبارك. السلام عليكم. والله انتفشت غز وريشة. بتيجي الحجة مشان تاخدني لأني بمشي عبا. عليك العافية. وهذا رزقك ورزق الأيتام. الله يبارك. السلام عليكم. وهيك بكون وصلنا معكم لختام الحلقة 10 من برنامج الناس لبعضها في رمضان الخير. وهذه الحلقة مقدمة على نية شفاء الطفل تيم وهو مريض للقلب، وعلى روح الحجة رؤوش وروح عواد ابن خالد، وأيضا مقدمة من الأخ سامر وهو مغترب في الإمارات. دائما وأبدا كل الشكر للداعمين بقسائم المواد الغذائية وحتى قسائم الفروج وجائزة 1,000,000 ليرة سوري. غدا نلتقي بحلقة جديدة. الإنسانية لا جغرافيا لها. الناس لبعضها. السلام عليكم.